والله صرت نصحان 3 كيلو بهاليومين على القهر. يا ريتني ما سمعته عم يحكي على التليفون ولا خبرتكم وجرجرتكم معي. كثير حاسة بالذنب. والله خالته هلا هي المشكلة إني عرفت يعني؟ لا 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 لا، أصلاً ما في مشكلة، هي صارت ورانا وأنت ما قصرتي فيها. يعني فارس ولا ممكن بقى يخليها تفوت على الشركة. وأنا طلال حطيته ونزلت فيه تحقيق 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 لحتى بقى كل شيء اعترف. وبلا جميلة هالتحقيق دخليك، ما نحن خبرناها بأي حالة كان فارس بوقتها. إيه عن جد، والله كان منظره بلوي القلب. بعدين أنت إذا في حدا لازم تقصصيه هو طلال، طلال اللي حط له براسه مش هو. نحن كمان أصلاً فكرنيكم تركته بوقتها حبيبي. سريا، لو ما هالمعطر رفض إنه يستسلم وضل راكد وراكي من مطرح لمطرح، يمكن كنتوا لهلا بعد ما رجعتوا. إنه ما بعرف نتفهموا شوي للزلمة. انتو سامعين حالكم شو عم بتقولوا ولا انا مش عم بعرف فسر لكم؟ يعني حدا يفهمني ولو؟ حبيبتي فكرك انا معصبت عليكي لما تركتي لي المدرسه وفليتي، مش من زمان فشيت لك خلقي وصرحتك بهيدا الشيء. هلا انا ما عم بقول انه فارس معه حق باللي عمله، بس انه نتفهموا شوي صراحه. انا مش عم بقدر اتفهمه، سوري، مش عم بقدر شوف اللي عمله طبيعي مثلكم. لا 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 لحظه، نحن مش عم نقول انه الشيء طبيعي اللي عمله، بس شفتي لو انه كنتوا سوا مع بعضكم وعمل هيدا الشيء، اي والله كنا انا وصار عملنا في العمايل، بس انتوا ما كنتوا مع بعض. بعدين سوريا ما انت برمتي ظهرك ومشيتي. يعني اصلا ما بعرف اذا فينا نسمي هيدا الشيء خيانه. بعرف، كرمال هيك انا حاسه حالي مربطه وما عم بعرف شو بدي اعمل. يعني من ميلي بعرف انه حق علي شوي، ما بعرف شو بدي اعمل او كيف بدي افكر ولا شيء.